اليوم أعلننا بشكل رسمي عن افتتاح كلية حرمون للمبادرة. هذا الافتتاح اجى بعد مشوار طويل من شهر 8 سنة 2018 بتجهيز المبنى للكلية وبتقديم كل الأوراق الرسمية للحصول على رخص وعلى تصاريح لإدارة مسارات التعليم اللي أعلننا عنها اليوم، واللي هي ثلاث مسارات. المسار الأول هو مسار اللغات مع كلية بيرلتس العالمية، والمسار الثاني هو مسار التعليم الأكاديمي اللي بيبدأ بتعليم شهادة ما يسمى دبلومة هون لمدة سنة وبعدين سنتين بالجامعة، والمسار المهني وبشكل أساسي هو المسار اللي بيتعلق بإدارة العمل، مش إدارة الأعمال إنما إدارة العمل، كل شيء يتعلق بالعمل وإدارة العمل مثل من هي العبودة، من هي البروجكت، من هي التشتيات، وكل المهن المتعلقة بالكوندوتوريا والكوليناريا الكوسمتيكا وهلما جرى. أي دورة ثانية كمان جاهزين إلى بصدد أنه نحصل على رخص بخلال الأسبوعين القادمين من وزارة العمل ووزارة الصناعة. نتمنى أنه ننجح، مشوارنا طويل، العلاقة راح تكون بشكل أساسي مع الأهل والأولاد الصغار وتحضيرهم منذ الصغر، إن كان على مستوى اللغات، إن كان على مستوى الثقافة العامة، إن كان على مستوى التجهيز للتعليم الابتدائي الثانوي والأكاديمي. هذا المشوار رايحين بدينا فيه، رايحين نستمر فيه. بعرف إنه في صعوبة، لكن صبرنا كثير على أساس إنه نقدر نوصل الرسالة وتصل طلابنا إلى أعلى المراتب الأكاديمية وينجحوا. بتمنى نجاح للجميع، بتمنى أن نشوف كثير من الناس ينضموا لهذه المسارات اللي أعلننا عنها اليوم. شكرا لكم. مشكلة النقاش لهذا السبب بيستفدش إذا أنت ما كنت طالب فعال، تستفدش. إذا وين المشكلة؟ مش المعلومة، المعلومة موجودة عند الطلاب، المشكلة إذا تقدر تعبر باللغة المطلوبة. إذا ما تقدر تعبر إذا أنت مش شريك بالصف. لهذا السبب السنة بدنا نستفيد بتكثيف ثلاث أضعاف موضوع تعليم اللغات العبر والإنجليزي. طبعا هذا للطلاب، هذا خارج عن موضوع تعليم اللغات بشكل عام، هذا للتعليم الأكاديمي. المطلوب من أجل إتاحة التعليم الأكاديمي للطلاب في توجهين: الطالب القوي عن جد القوي وكذا له مجالات، هذا التخنيون وهذا جامعة القدس وجامعة تل أبيب وخارج إسرائيل بيقدر عن جد فيش حاجة يجي له. بس الطلاب يلي وسط أو عنده شغل أو لأي سبب كان معنيين بهذا الأسلوب تبعنا هون يكفوا التعليم الأكاديمي، بعتقد هذا المكان الملائم له. ليش؟ أولاً بيطلبوش بسخومتر. شو معنى إتاحة التعليم الأكاديمي؟ بيهونوا عليه. بيطلبوا منك بقرود، أي كان البقرود، علمي أدبي بعرفش أني بالوحدات كثير، بس أي كان بغض النظر عن المعدل، معك بقرود شليما يعني زكاوت لبقرود أنت ممكن تقبل. اثنين، تعمل فحص باللغة العبرية. جامعة حيفا تطلب باليعيل أو اليعيل أو اليعيل نت العلامة تكون 120، بس إذا الطالب بيجيب بين 80 إلى 119 بيعطوه يعمل وهو بفوت على الجامعة بشرط إنه بالفصل الأول يعمل دورة من 3 أشهر لغة عبرية. الدورة طبعا تكلفتها 150 شيكل ولا شيء، مطلوب منك التزام أكثر. اثنين، مطلوب منك تعمل فحص مستوى اللغة الإنجليزية حسب المستوى تبعك، بحط لك مستوى معين وهيك أنت مجبور تتدرج ضمن 4 مستويات لتصل على مرحلة الإعفاء من اللغة. إذا مثل ما قلنا اللغة العبرية والإنجليزية مهمين جدا حتى تقدر تفوت على التعليم الأكاديمي. التعليم الأكاديمي بالشروط اللي احنا حاطينها هون بالاتفاق مع جامعة هي انه المجموعة، طبعا فيش تعلم مجموعات، بس المجموعة اللي بتطلع من هون بتعلموا يوم واحد بالاسبوع. شو يعني يوم واحد بالاسبوع؟ بيطلعوا الساعة 6 من هون، بيبدوا الساعة 9 لربع، صح وفاء؟ 9 لربع 9 وهي فائدة 9 لربع 9 بضلوا بده يصيروا يتعلموا للساعة 7:30 المساء. يوم يعني مقاطعة، يوم خلص بدل ما تروح بالاسبوع 3 مرات بتتعلمهم بيوم واحد مكثف. بالإضافة بيعطوك بالبيت خلال التعليم السنتين بالجامعة بيعطوك 8 كورسات بيسموهم ميتوكشابين. شو يعني ميتوكشاب؟ يعني بتفتح الكمبيوتر تبعك وانت بالسيارة وانت بالطيارة وانت بالمركز هون وانت بالبيت وانت بغرفة المطبخ وانت وين بدك، تفتح الكمبيوتر وبتحضر المحاضرة، بتشوف المحاضرة وبتقرأ مادة المحاضرة وبصير تعمل وظائفك وامتحاناتك أي كان نوع الامتحانات وانت على الكمبيوتر. وفي إمكانية كمان انه يتعاون المجموعة، انا بعرف المجموعة اللي موجودة اليوم بجامعة حيفا بتساعدوا بالمجالات هذه مع بعض، يعني يتشاركوا
بتفاهموا على حل الوظائف ومشتقاته، وهذا بيسهل طبعا بخفف السفر وبيسهل على الطالب انه ما يبعدش عن المدرسة. بيبقى طبعا بخلال السنتين اللي هن 6 فصول، يعني الفصل 4 أشهر، لما انت تتعلم كالنداري يعني 3 فصول بالسنه، سنتين تعليمين يعني 6 فصول، تتعلم الباقي مع هذا المتوكشاب بحدود 20 كورس، وهيك بتخلص البيئة. المجموعة بشكل او باخر اعتقد يعني بقدروا يشاركوني اللي بتعلموا يوفقوني او لا، بيحصلوا على نوع من التسهيلات، مش بالمواضيع الاكاديمية، بالتعاون، بالمشاركة، بطلبات معينة، بشروط معينة، بكذا بكذا بيحصلوا، بيقدروا يحصلوا كونوا مجموعة، بالاخير هني مجموعة. طبعا علامة النجاح هي علامة نجاح بالاكاديميات ما عدا بالسيمينار اليوم 60 والباقي 55، ما عدا كل طالب بيكون عمره اقل من 30 سنة بينضم للمجموعة في عليه شرط، مثل لورا موجودة هون، لورا وفي بعد صبية ومرجاء راشدة موجودة هون، كونهم اقل من 30 سنة او اقل من 22 سنة بفوتوا بضمن المجموعة لنفس الشروط، لكن بحطوا عليها شروط انه معدل النجاح بكل سنة لا يقل عن 70. واضح ليش؟ هن انشط، لازم يكونوا اقوى، هيك المطلوب، بس بحطوا عليهم هذا الشرط. هذا بما يتعلق بالتعليم الاكاديمي، التعليم الاكاديمي طبعا بيعطوا بمجال واحد بس في امكانيه لمجال ثاني اذا اختارت المجموعه. الاغلب بنروح على موضوع الربط الخمي متعدد المجالات يلي فيه 4 اقسام. في قسم بسموه السوسيو بسيكولوجيا، يعني مواضيع اجتماعيه نفسيه تربويه. في قسم بسموه الاداره، وفي قسم بسموه معلومات او ثقافه عامه بالاقتصاد. هذا المجالات اللي بيتعلموها ليحصلوا على طبعا البيئه. بعد سنتين بتامل انه الكل يتخرج والكل يزد التقيه تبعه ما ترجعش من السنه. لموضوع المهن، مثل ما حكينا مواضيع متعدده، لكن همي الكبير انه كل موضوع ممكن نتعلمه هون يكون عليه اشور من مصر العبوده. شو يعني الاشور؟ يعني اذا نحن بدنا نعلم موضوع اي موضوع كان مادي بالتربيه نقدر نعمله، بس بدون رخصه، يعني بتيجي بتحصل على شهاده من المؤسسه المحليه، لكن اذا كان في عليها ترخيص من وزاره العمل او وزاره الصناعه بتحصل على شهادة رسمية، يعني بمعنى عليها اعتراف بأي مكان كان بكل الأمكنة. أنت إذا بتعطي شيء محلي اعترافه محلي واللي بيعرفوه واللي بيحبوه، لكن إذا بتحصل على الرخصة تبع وزارة الصناعة وزارة العمل بتصير. مرسيل سألني، قال لي جدي، سألت وين بدك تقعد أنت؟ قال لي هو، قلت له هيك كرستك هو، قال لي هو بيعلم إنجليزي. ولكن بعد ما تعلم شو بتعلم الانجليزي. ايه يلا صرنا ما نخلص. طبعا بالتعليم المهني هيك مواضيع عديده، كثير من التعليم المهني ممكن يكون مفيد لاي واحد مننا، بيفتح مجالات كثيره بالشغل حتى بالبيت خارج البيت، كثير في امور. بتامل انه نحصل على الرخصه باسرع ما يمكن، وبتامل كمان اني ارجع اشوفكم بعد مره هون باكثر من عدد موجود. شكرا، يعطيكم العافيه. في اسئله قبل الضيافه؟ الانجليزي واللغات. بما يتعلق بالاولاد الصغار، وهذا طبعا كان همنا الكبير، حكينا بالتعليم اللغات من 4 سنين بنقدر، بس اي شيء يتعلق بالتعليم المدرسي ويتعلق بالثقافه العامه، باللغات، بالتقويم، نحن مستعدين نعملها هون للاولاد الصغار، حتى بعد الظهر، اي مجموعه بتفكر ان هي عندها استعداد، هذا المحل مفتوح. تتخيل كتاب بتطلع ليش 20 مفتاح. المحل مفتوح، بيقدروا يستعملوه انت بدهم، الاولاد اللي بعد الظهر بدهم يعملوا وظائف، الاولاد اللي بدهم تقوي باي موضوع كان، المحل مفتوح وفي الحمد لله محلات كثيره. من ابتدائي، من الروضه، معلمات الروضه، من الروضه لل 120 على العربيه. بينفع. اذا بعد في ملاحظه حتى نزيد هون. بما يتعلق باللغة الإنجليزية أو أي لغة ثانية. تجي المعلمة أو المعلم يعمل اختبار بسيط للطالب. الاختبار مقسم لقسمين، القسم الأول هي القدرة. عندك أساس مش عندك أساس. القسم الثاني الحاجة، يعني ممكن تجي أنت تقولي أنا بدي
أعرف أحكي إذا سافرت إذا كذا إذا كذا إذا كذا. بيجي الثاني مهندس أو طبيب بيقول بدي أكثر تقوية إذا عندي مؤتمر. طبعا هذا الحكي صار إذا عندي مؤتمر بشهر واحد بدي أطلع المؤتمر مش بس المصطلحات الطبية، بدي أقدر أقف على المنصة يعني أحكي عن البحث أو أحكي عن المادة المطلوبة بشكل طريق وبثقة بالنفس. هذا بيجي يعني بتجي بتسجلي وساعتها نعمل نحن أو اللي هني مطلوب من بالتس يعمل الاختبار الأولي بيقولوا لك أنت بمرتبة واحد بمرتبة اثنين. أميرام أميرام الإنجليزي عندنا هون من نفس المدرسة كمان بيعلموا الإنجليزي والعبري للجامعة، يعني كل ما يتعلق بأمير أميرام، أمير هو الامتحان كل الدولة، أميرام بالمؤسسة الأكاديمية نفسها يعني نفس الشيء، بس أميرام أسهل شوي من أمير. يعيل ويعيلت يعيل لكل الدول، يعيلت بالمؤسسة الأكاديمية بتعمل أسهل شوي. نحن كمان بنعطي عليهم تعليم اللي بنجهز فيه للأمير أميرام واليعيل يعيلت نفس الشيء طبعاً. بالإضافة لتعليم التمكن من اللغة اللي هي القدرة على المحادثة والثقة بالنفس عند الحديث باللغة أي كانت لغة بشكل خاص إنجليزي وعبري وحتى تركي اللي بحب الأفلام التركية يصير ما شاء الله عليهم. صح صح. بما يتعلق ببيرتس بعلموش لغة عربية بعلموا لغات أجنبية، والله ممكن يكون مفاجئ ممكن بعلموا لغة عربية، بس بعتقد إنه في عنا إمكانية نحن نضيف. أنا بسأل بعد ببيرتس وفي ناس عندهم معلمين عربي يعني أقوياء عن هون. وين حسين؟ والله حسين شمس مرة إيه؟ والله ممكن تكون فرصة يعني إذا أنت بتعمل لك دورة لغة عربية باللغة العربية مش بس قوي ونشيط، ملم جدا 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 يعني ممكن. وكمان نفس الشيء إذا الفكرة هذه يعني ممكن نطرحها وإذا ملائمة لبيرتس كمان نثبتها لبيرتس. أي شيء اللي يعني مطلوب من 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 شخص معين أو من مجموعة معينة بعتقد في مشكلة ندخل. طبعاً بالأخير المحل موجود، بالأخير بدنا الأشخاص يلي بيعلموا الشيء. يعني إذا بدك بفن الإلقاء بدنا نجيب ناس اللي هني مرخصين يعني مؤهلين للتدريب على فن الإلقاء. شوي شوي إن شاء الله كل شيء مطلوب مرغوب نجهز له ونأسس له ونجيب الأشخاص اللي أكثر ملائمين لكم. شوي شوي أكيد نحن بالبداية. إذا في أسئلة بعد؟ نعم تفضل. انجليزي مثل ما حكيت انجليزي الاتفاق مع مؤسسة اسمها بيرلت يعني بيعلموا كل اللغات مش بس انجليزي، بس نحن مركزين على الانجليزي اكثر بسبب التعليم الانجليزي للصغار المدارس الجامعات كذا وكذا، بس اللي بده صيني بيبعثوا معلمين للصيني. بس دور الانجليزي الانجليزي مقسم بشكل عام لخمس مراحل بأي مكان كان، بأمريكا، ببريطانيا، بأستراليا، بإسرائيل، الإنجليزي مقسم لخمس مراحل. المبتدئين يعني الأساسي، بيصير البروفيشنال يعني محترف باللغة، يعني بيحكي اللغة بطلاقة، نقدر نعملها هو. بيعمل كل منتسب، يعمل امتحان أولي، مش امتحان يعني مخيف. بيجي أشخاص مؤهلين بيعملوا امتحان، يقولوا أنزار إندي بالمرحلة 2، تبدأ من مرحلة 2. بتخلصي مرحلة 2 غبتي بتروحي مرحلة 3 4 5. مقسم التعليم الإنجليزي لقطاعين من الناس، الكبار يعني 18 زائد لل 120، الصغار من 18 ولا ورا بنفرق بينهم. كل دورة للصغار من 4 سنين ل 18 المدة الزمنية 9 أشهر. التعليم لقاء مرة بالأسبوع 4 ساعات أكاديمية. كل طالب بيحصل على سيسما باسورد يعني بيحصل على كلمة مرور وعلى بيقدر يفوت للموقع على الكمبيوتر تبعه بيفوت للموقع تبع بيرلتس اللي مش ممكن تلاقيه بمكان آخر. الموقع ببيرلتس هو مختبر اللغة، يعني بيتحول الكمبيوتر ليصل المعلم الأسبوع اللي بعده بتحول الكمبيوتر للمعلم تبعه. تقرأ وبتلفظ وبتتعلم تتدرب على الحكي والكمبيوتر بيصلح لك.
وبيعطيك حتى المستوى، يعني اذا بتحكي جمله معينه بقول لك انت 60% صح، عيد عمل كذا عمل كذا عمل كذا، تعمل وظيفه بيصلح لك بقول لك حصلت على كذا وكذا، عيد تكرار تكرار كثير كثير مهم. اي لا يعني خلال الاسبوع بضل الواحد يتدرب يتدرب، يعني معطينك على الكمبيوتر تتدرب على مدار اسبوع لتشوف المعلم يلي الاسبوع اللي بعده لمده 9 اشهر. اللي بتسالني عن التكلفه، تكلفه الاولاد لغايه 18 سنه لمده التعليم ل 9 اشهر هي 4760 شيكل، اللي بتشمل رسوم التسجيل واللي بتشمل بسموه عركات المدين، يعني كل المواد التعليميه اللي بيعطوك فيه شنطه مليانه بمواد تعليميه تاخذها لك حتى 350 شيكل نقصهم بيكون القسط التعليمي بحدود 2460 شيكل ل 9 اشهر. 4460 شيكل ل 9 اشهر. بما يتعلق فوق 18 المراحل تختلف، بدل ما تكون 5 مراحل عند الصغار بصير في المرحلة الأولى والثانية مع بعض 3 و4 مع بعض 5 و6 الكبار 1 2 3 4 للعشر. كل مرحلة هي 4 اشهر ونص اللي فيها لقاء مرة بالأسبوع هون، نفس الشيء معك سيسما معك الباسورد تبعك على الكمبيوتر بتحول لمعلم تبعك بتضلك تتدرب للأسبوع اللي بعده لمدة 4 اشهر ونص. التكلفة تبع الكبار للأربع اشهر ونص هي بحدود مع العركات المدين بحدود 2760 يعني أو 2800 شيكل. إمكانية التقسيط على طول وين؟ شو بقصته هون؟ بتقصي إني بعد ياسين هيك واضح أنزال؟ وطبعاً بالتجربة بس تسجلوا وصير التعليم بصير تعرفوا أكثر ما حكيت، يعني بصير تفهموا عن المواضيع التعليمية أكثر ما حكيت. إذا معك شيء أسئلة تفضلوا عبد يافي. أنا وسهلا. في إمكانية حبيب يسجل إله أو لجاره أو لأولاده أو لكذا، في إمكانية التسجيل. شكرا وأهلا وسهلا.